نبدا بموسيماني هنا وفكره كسبه للعيبه، لان تعليقات كتيره جدا يعني في الصحف ونقاد رياضيين كانوا بيشوفوا الجزئيه دي انها جزئيه ايجابيه جدا وفعلا متوفره على ارض الواقع. يعني قدر موسيماني في فتره صغيره جدا يدرس اللعيبه ويتقرب وهم كمان يتقربوا منه، ففي نغمه حلوه خلينا نقول جدا، وبدايه يعني خلينا نقول جيده او اكثر من جيده. بص نجيب الموضوع من الاول في اختيار موسيماني. طبعا ما كانش حد في مصر يتوقع الاختيار ده بصراحة، وكانت مفاجأة لينا كلنا. في ناس تقبلت الموضوع ودول الغالبية وقالوا ان هو مدرب كويس، لان طبعا من خلال مقابلاته مع الاهلي والزمالك ومكسبه للاهلي وللزمالك في بطولات افريقيا، احنا كلاعيبة كورة شفنا بعض الحاجات كده من موسيماني في تصريحاته وما كان ماسك سان داونز، في أدائه مع الفرقة تقول إن هو مدرب كويس. صح. اختيار النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب في ذكاء عالي قوي، لأن الفترة ضيقة جدا. ما كانش ينفع أي مدرب يجي من بره عشان لسه يعرف النادي الأهلي، لعيبة النادي الأهلي قبل ما يعرف حتى اللعيبة التانية. إنما الراجل اللي جه ده حافظ لعيبة النادي الأهلي كويس قوي، لأنه لعبهم ومدرسهم كويس قوي فرد فرد وبالأسماء، ده سهل له المأمورية. ومن قلب أفريقيا وإحنا مقبلين على أفريقيا، يعني دي الجزئية الثانية، إن هو طبعا له تجارب كبيرة في أفريقيا وخد بطولة أفريقيا مع سان داونز ولعب الوداد أكثر من مرة، فعارف وملم معانا في نفس القارة بالزبط. ويعني لعب ماتشات كثيرة مع أفريقيا كلها، فدي سهل المأمورية. شفناه لما جه النادي من خلال المباريات البسيطه اللي لعبها مع النادي الاهلي في بطوله الدوري. طبعا بعض الناس تقول ما هو جه على ان الدوري خلاص والاهلي حاسم الدوري، لا، انت تتفرج على الاداء، الناس الفنيه بتتفرج على اداء المدرب مع الفرقه. شفنا تطوير، اهم حاجه في المدرب ان هو يطور اداء الفريق على المستوى الفردي والجماعي، فشفناه طبعا على المستوى الفردي في لعيبه ظهر الفارق معاهم. يعني لو مسكنا مثلا ديانج، ديانج كان راجل هو ديفندر كويس قوي قوي، بيقطع كره ويسلمها للي جنبه او بيلعب كره طويله. شفناه في المباراه الاخرانيه، يمكن مباراه انبي والمباراه اللي قبل كده، انه بيقطع كره وبياخدها وبيروح في المساحات، بيعمل دريبلينج بالكوره، بيروح بيعمل مساحات وبيصوب من بعيد. دي ما كانتش موجوده في الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت دي كلها، او مع فايلر، او هل نقول اعطى ثقه للعيبه كمان بوضعهم في الاماكن المخصصه ليهم، وفي نفس الوقت اعطاهم فرصه. يعني بتهيألي انا عايز اقول لك كمان يعني على نقطه ثانيه بالنسبه لي، انت بتتكلمي على علاقته بقت مع اللعيبه. لو شفنا مجدي قفشه في الماتش الاخير بتاع الوداد، صحيح، بعد ما جاب الجول، هو بعد ما جاب الجول راح ليه لموسيماني؟ لان مجدي قفشه طبيعه لعبه بيلعب من تحت شويه، النادي الاهلي ما كانش بيضغط من قدام. الجون اللي جابه هو راح ضغط، يعني هو بيلعب تحت راس الحربه، راح ضغط على اخر واحد في لعيبه الوداد واستخلص منه الكوره وراح جاب جون. دي تعليمات مدرب، مش فتاكه لعيب ان هو بيعمل الكلام ده. عشان كده شفنا حضن، عشان كده راح وقعد يشاور عليه ويعمل كده وهو قاعد، يعني فاهمه ازاي؟ في لغه بتبان، احنا لعيبه كوره بنبقى فاهمين الاوضاع دي. شفنا كمان النادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب كوره دلوقتي، يعني كان جه في المباريات اللي قبل موسيماني مع فايلر كان برضو الشناوي بيلعب الكوره الطويله، الكوره موسيماني مع فرقته سان داونز كان بيلعب، بتحسش ان هو لعب افريقي، يعني اللي كان عاجب الناس فيه انه الكوره زي الكوره البرازيليه بتبدا من تحت، وزي الكوره العالميه دلوقتي بتبدا من حارس المرمى. دلوقتي شفنا اداء النادي الاهلي بيبدا الكوره من تحت لغايه ما يوصل وزود الريتم. النادي الاهلي كان يعني عنده مشكله في الريتم، كان الريتم بطيء شويه وخصوصا في التلت الاخير، دلوقتي بقى الريتم اسرع مع موسيماني. فهو الحقيقه يعني كان اختيار صائب، وان شاء الله باذن الله يعني يكمل بالصوره دي ويحصد البطوله اصلا. تناغم